فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الذهاب إلى الحدائق التي فيها اختلاط ونساء مسلمات أو كافرات وقد يكن غير ملتزمات بالحجاب، هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى هذه الحديقة بأهله؟ لا، هذه منكرات، ولا يجوز أن يذهب إليها إلا من يصلح وينكر ويبين للناس، ينصح، ما أنه يذهب ويجلس فيها بين هذه المنكرات ولا ينكر فلا يجوز له ذلك. نعم.